السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. النهاردة موعدنا مع درس جديد في الدراسات الاجتماعية في الوحدة الرابعة بتاعتنا، الخلفاء الراشدون. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الخليفة الثالث اللي عندنا، وهو الخليفة عثمان ابن عفان. زي ما احنا متعودين أولاد بنبدأ الدرس بالمراجعة الجزئية. المراجعة الجزئية بيقول لي أول سؤال، من هو انتصر على الفرس في معركة نهاوند؟ طبعا خدنا معركة نهاوند اللي كانت من ضمن الفتوحات الإسلامية اللي حدثت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. مين هو القائد اللي انتصر على الفرس في معركة نهاوند؟ طبعا النعمان ابن مقرن. السؤال الثاني بيقول لي عاد بثلث الجيش أثناء غزوة أحد، طبعا ده زعيم المنافقين عبد الله ابن أبي سلول. رقم 3، في من هو طاف بالرسول صلى الله عليه وسلم حول الكعبة وسماه محمد؟ طاف بالرسول صلى الله عليه وسلم حول الكعبة واسماه محمدا، طبعا هو جده عبد المطلب. تعالوا بقى في البداية نتكلم على الدرس بتاعنا، حياة سيدنا عثمان بن عفان. زي ما خدنا في سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب، اتكلمنا في البداية عن المولد، واتكلمنا عن النسب، واتكلمنا عن الإسلام. تعالى نتكلم عن مولد سيدنا عثمان بن عفان. هنعرف عن سيدنا عثمان بن عفان ان هو ولد بمكة بعد مولد الرسول، يعني بعد عام الفيل، بخمس سنوات. اما عن نسب سيدنا عثمان بن عفان فهو عثمان بن عفان ابن ابي العاص الاموي الكروشي. نسبه عثمان ابن عفان ابن ابي العاص الاموي الكروشي. لو جينا هنا اتكلمنا عن الصفات بتاعته بقى، هنقول ان هو اتصف بالخلق والحياء والكرم، واسلم على يد سيدنا ابو بكر الصديق، وده بيعتبر من العشرة المبشرين بالجنة. اما عن حياته بعد الاسلام اولاد، فهنبدأ نتكلم على حياة سيدنا عثمان بن عفان بعد الاسلام. بيقول لي من ضمن الحاجات المميزة جدا في حياة سيدنا عثمان بن عفان بعد الاسلام، ان هو شارك عثمان ابن عفان في كل الغزوات ما عدا غزوه بدر. يعني تيجي تقول يا مستر يعني اشمعنى غزوه بدر؟ احنا خدنا درس الغزوات قبل كده وعرفناها، الغزوات الانبياء الرسول. طب سيدنا عثمان ابن عفان شارك في كل الغزوات ما عدا غزوه بدر، اكيد في سبب. قال لي السبب ان هو مرض زوجته فجلس بجوارها بامر من الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هو لم يتكاسل، لا بالعكس، ده حضر وشارك في كل الغزوات ما عدا غزوة بدر. ليه؟ بما تفسر اشمعنى غزوة بدر اللي ما حضرهاش عثمان ابن عفان؟ قال لي بسبب مرض زوجته فجلس بجوارها بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. واستكمالا لصفاته، طبعا احنا قلنا ان هو كان بيتميز بالكرم وحب الحق، هنلاقيه برضه ان هو انفق الكثير من امواله على الفقراء والمحتاجين، ومش بس كده، كمان ده جهز جيوش المسلمين كما حدث في غزوة تبوك. والى جانب طبعا ان هو كان في ايام خلافة سيدنا ابو بكر الصديق تعرض المسلمون لقحط شديد، فوهب سيدنا عثمان بن عفان قافلة محملة بالبضائع لفقراء المسلمين، على الرغم ان التجار كانوا في الوقت دوت حاولوا ان هم يدفعوا له فلوس اكتر في القافلة دي، بس هو رفض وتبرع بيها كلها لفقراء المسلمين. تعال بقى مع بعض اولاد نشوف اهم اعمال الخليفة عثمان بن عفان. ده النهج اللي احنا بنمشي عليه في كل خليفة من الخلفاء. ماشي اولاد، بنعرف نسبه، بنعرف حياته بعد الاسلام، بعد كده بنخش على اهم اعمال الخليفة. بس قبل كده بيقول لي ان جعل الخليفة عمر الخطاب امر شورى بين ستة من الصحابة. احنا لسه كده قبل نخش على الاعمال نعرف بس موضوع ازاي وصل عثمان بن عفان الى الخلافة. قال لي ان بعد عمر بن الخطاب قبل ما يتوفى جعل ان الامر هيبقى شورى ما بين ستة من الصحابة. الستة دول هيقوم المسلمين باختيار خليفة واحد بعد وفاة سيدنا عمر بن الخطاب. طيب بيقول لي الستة دول كانوا هم عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. دول الستة اللي سيدنا عمر الخطاب خلاهم للمسلمين عشان يختاروا واحد منهم يكون خليفة له. بيقول لي ان الستة اجتمع الصحابة الستة وبدأ بعضهم يتنازل عن حقه في الترشح للآخر، يعني فلان هيتنازل لفلان، فلان هيتنازل لفلان، حتى استقر الأمر على اختيار عثمان بن عفان
ليكون خليفة للمسلمين وبايعه المسلمون في المسجد. طبعا الموقف ده وإن دل يدل على ان مفيش حد في المسلمين في الوقت دوت كان بيطمع في الخلافة او في السلطة، بدليل ان الستة كلهم كل واحد بدأ يتنازل للآخر عن الخلافة لحد الموضوع ما وصل الى عثمان بن عفان وتم اختياره خليفة للمسلمين وبايعه المسلمون في المسجد. ومش بس كده، كمان طبعا بدأ بقى سيدنا عثمان قبل تولي الخلافة الى نتيجة قيام المسلمين بمبايعته وبالبيعة العامة في المسجد، بدأ ان هو يذكر بقى الناس بالإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا، وبدأ طبعا هو بنفسه كان بينفق على الناس، طبعا كان حتى من قبل ما يبقى خليفة، وبدأ ان هو يطعمهم ومقابل ان هو كان بيأكل هو الخل والزيت، فبدأ الناس يشعرون في فترة خلافته بالأمن والاستقرار. بعد كده هنتجه نعرف ايه هي اهم اعمال الخليفة عثمان ابن عفان. طبعا هو ليه ثلاثة اعمال مهمة جدا، وهي رقم واحد قال مستر كتابة القرآن في مصحف واحد، وكذلك انشاء البحرية الاسلامية، واستكمالا لكل الخلفاء الراشدون الفتحات الاسلامية. يبقى اهم اعمال الخليفة عثمان ابن عفان كتابة القرآن في مصحف واحد، وهنعرف ليه كمان شوية، انشاء البحرية الاسلامية، وكذلك استكمال الفتوحات الإسلامية. تعال مع بعض نشوف أهم أعمال عثمان بن عفان بالتفصيل. نقول بس السؤال المتفوقين كده قبل ما نقول كل عمل على حدا، بيقول لي هنا دلل على صحة العبارة: اجتمع عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق في عمل واحد. اجتمع عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق في عمل واحد. هننتظر منكم الإجابة إن شاء الله المرة الجاية. تعال بقى نتكلم على أول عمل زي ما احنا قلنا للخليفة عثمان بن عفان، هي كتابة القرآن الكريم في مصحف واحد. قال الخليفة عثمان بن عفان بدأ أو أمر زيد بن ثابت وبعض الصحابة بكتابة القرآن في مصحف واحد. طب يا ترى هو كان عنده أسباب؟ كان عنده أسباب. ممكن يجي لي في الجزء ده سؤال بما تفسر. أمر الخليفة عثمان زيد بن ثابت بكتابة القرآن في مصحف واحد، بيقول لأن الناس بدأوا يختلفون في قراءة القرآن. طب ليه بدأوا يختلفون؟ بيقولي نتيجة لدخول عدد كبير من غير العرب في الإسلام، يعني ناس كتيرة مش من العرب بدأوا ان هم يدخلوا في الإسلام، فاللغة بتاعتهم واللهجة بتاعتهم غيرنا، فبدأ يحصل اختلاف في قراءة القرآن. فهو عمل كده حتى تتوحد قراءة القرآن في كل القبائل العربية وكذلك أيضا البلاد المفتوحة. طبعا دي كانت من أعظم وأهم الأعمال، ومش بس كده، ده قام بتوزيع نسخ من القرآن على كل البلاد الإسلامية. تاني أهم أعمال الخليفة عثمان بن عفان أولاد إنشاء البحرية الإسلامية. قبل ما أقول لك ليه أنشأ البحرية الإسلامية، معروف إن أنا أقول لك يعني إيه أسطول بحري. كلمة أسطول بحري أولاد هو مجموعة كبيرة من السفن التي تستخدم في الحروب أو في التجارة. مجموعة كبيرة من السفن زي ما قدامك كده في الصورة، سواء السفن دي استخدمت في الحرب أو السفن دي استخدمت في التجارة، أنا بطلق عليها مصطلح او مفهوم كلمة اسطول. طيب بيقول لي مستر قام عثمان بن عفان بتكليف معاوية ابن ابي سفيان وعبد الله ابن ابي الصرح لبناء الاسطول الاسلامي. يبقى سيدنا عثمان بن عفان هيكلف وهيؤمر اتنين من الصحابة ببناء الاسطول الاسلامي او بناء البحرية الاسلامية. مين هما الاتنين دول؟ قال لي هو واحد منهم اسمه معاوية ابن ابي سفيان، والقائد الاخر هو عبد الله ابن ابي الصرح لبناء الاسطول الاسلامي. طب ممكن تقول لنا كده مس ليه سيدنا عثمان بن عفان امر معاويه بن ابي سفيان وعبد الله بن ابي الصرح بالامر ده؟ بيقول لي هنا لصد هجمات الروم على سواحل مصر وبلاد الشام، او بمعنى اصح علشان كمان يقدر ان هو يامن حدود الدوله الاسلاميه سواء من جهه البر او من جهه البحر، لان معظم الهجمات اللي كانت بتيجي على مصر من جهه روم كانت بتجيلي عن طريق البحر. نستكمل بعد كده ثالث أهم أعمال الخليفة عثمان بن عفان ألا وهو الفتوحات الإسلامية. بيقول لي هنا استكمل طبعا الخليفة عثمان بن عفان الفتوحات الإسلامية، فأرسل جيوشه إلى عدة جهات، حيث أمر كل من معاوية بن أبي سفيان ده كان والي بلاد الشام بفتح أرمينية زي ما احنا شايفين كده على الخريطة عام 25 هجريا. طبعا أرسل معاوية القائد حبيب بن مسيلمة ففتحها عام 25 هجريا. وبعد كده في 28 هجريا امر عثمان بن عفان معاويه ابن ابي سفيان بفتح مدينه قبرص اللي بتطل او موجوده في البحر المتوسط، دي عباره عن
جزيره، لو بصيت معايا على الخريطه اهو هتلاقي المؤشر واقف عليها، اهي جزيره قبرص دي. سيدنا عثمان بن عفان امر معاويه بن ابي سفيان في عام 28 هجريا بفتح مدينه قبرص. والكلام ده كان لهدف يا مستر ان هو كان قصده برضه ان هو يوقف هجمات الروم على سواحل مصر وبلاد الشام. الفتح الثالث عندي طبعا ده بقى هنا هيبقى مكلف بقى بيه والي مصر اللي هو عبد الله بن سعد بن ابي السرح، ده والي مصر. امره الخليفه عثمان بن عفان بفتح افريقيا عام 28 هجريا زي ما احنا شايفينها كده قدامنا على الخريطه، افريقيا اللي هي تونس حاليا، افريقيا مش افريقيا، افريقيا اللي هي دوله تونس. كمان اولاد في عام 31 هجريا امر عثمان بن عفان نفس القائد عبد الله بن سعد بن ابي السرح في فتح بلاد النوبه. تمام، يبقى انا كده عندي اربع مدن قام عثمان بن عفان بامر باصدار اوامر لفتحها. عندي ارمينيه سنه 25 هجريا، وعندي جزيره قبرص 28 هجريا، وفي 28 هجريا امر عبد الله بن ابي سعد بن ابي السرح بفتح مدينه افريقيا اللي هي تونس حاليا، وكذلك ايضا فتح بلاد النوبه عام 31 هجريا على يد القائد عبد الله بن سعد بن ابي السرح. عندي سؤال متفوقين بيقول لي ما النتائج المترتبه على كثرة الفتوحات الإسلامية في عهد عثمان بن عفان؟ سؤال مرة تانية، ما النتائج المترتبة على كثرة الفتوحات الإسلامية في عهد عثمان بن عفان؟ نفكر في السؤال، مستنيين تبعتوا لنا الإجابات بتاعتكم. بيقول لي بقى أحد أهم المعارك البحرية اللي حصلت في عهد الخليفة عثمان بن عفان كانت معركة ذات الصواري، وهنا كلمة صواري يقصد بها السارية بتاعة السفينة، وطبعا ده نتيجة لكثرة صواري السفن التي اشتركت في هذه المعركة. طيب انا بقول لك صواري السفن يبقى دي كانت معركه بحريه، هنعرف دلوقتي يعني ايه معركه بحريه وهيستخدموا فيها ايه بالظبط. بس زي ما احنا متعودين ان قبل كل معركه انا بعرف يعني المعركه بتاعتي، بعرف الاطراف، بعرف الاسباب، وبعرف كمان نتائج المعركه دي. اطرافها كانت بين المسلمين والروم. طب ايه هي اسباب معركه ذات الصواري؟ الا مصدر الاسباب كانت ارسال الروم اسطولا بحريا لمحاربه المسلمين. الأسباب بتاعت معركة ذات الصواري إرسال الروم أسطولا بحريا لمحاربة المسلمين. طبعا وبحكم أن عبد الله بن أبي السرح هو والي مصر فهو أصبح قائد المسلمين في هذه المعركة. قبل ما نروح على النتائج يا أولاد هقول لك بس إيه اللي حصل في أو أحداث معركة ذات الصواري. بيقول إن أمر الخليفة عثمان ابن عفان معاوية بن أبي سفيان بالتوجه إلى أسطول الروم، فطلب معاوية من عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح بالتوجه إليهم، طبعا بحكم أنه هو أقرب حد ليهم بحكم أنه هو والي مصر في ذلك الوقت. بيقول التقى عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح بهم في عرض البحر، عشان كده بقول لك معركة بحرية، ودارت بينهم معركة عظيمة كان من نتائجها انتصار المسلمين وتدمير أسطول الروم. يبقى هنا معركة ذات الصواري عام 34 هجريا أطرافها الروم والمسلمين، وكلمنا كمان عن القائد بتاعها كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وكان من ضمن أسبابها إرسال الروم أسطولا بحريا لمحاربة المسلمين، ومن نتائجها انتصار المسلمين وتدمير أسطول الروم. طبعا من خلال اللي احنا قلناه بيتضح ان طبعا الفتوحات الإسلامية اتسعت كتير جدا في عهد الخليفة عثمان بن عفان، وده طبعا ترتب عليه ان تأمنت حدود الدولة الإسلامية من جهة الشمال ناحية أرمينيا وغربا إلى إفريقيا وجنوبا إلى بلاد النوبة، وكثر الخير في عهده زي ما احنا قلنا كان من ضمن الصفات والأسس اللي هو كان قال عليها في البداية. طبعا شعر الناس في عهده بالأمان والاستقرار. نوصل لاخر حاجه يا اولاد عندنا في الدرس النهارده وهي استشهاد الخليفه عثمان بن عفان. الكلام ده كان في عام 35 هجريا. بيقول ان عثمان بن عفان استشهد نتيجه الفتنه التي اثارها عبد الله ابن سبأ. طب مين هو عبد الله ابن سبأ وايه سبب الفتنه اللي حصلت ديت؟ بيقول يا مستر ان عبد الله ابن سبأ ده كان رجل يهودي دخل الاسلام وهو حاقد عليه، يعني اقدر اقول عليه منافق دخل الاسلام وهو مش راضي من جواه كده ان هو يكون مسلم. فبيقول لي هو كان يهودي دخل الاسلام وهو حاقد عليه، وقد استمرت الفتنه التي اشعلها عبد الله بن سبأ بين المسلمين الى عهد الخليفه علي بن ابي طالب. فبيقول يا مستر كمان من ضمن النتائج اللي ترتبت غير على هذه الفتنه غير استشهاد الخليفه عثمان بن عفان ان المسلمين في ذلك الوقت او كيان الدوله الاسلاميه في ذلك الوقت انقسمت او انضم بعضها الى المنافقين
الى اللي انضموا الى عبد الله ابن سبأ واخذوا يوجهون الاتهامات الباطله الى عثمان وطالبوا بعزله، وكمان رفض عثمان ابن عفان مطالبهم فحاصروه في بيته وقتلوه وهو يرتل القران. يبقى احنا كده اتكلمنا في درس الخليفة عثمان بن عفان. طبعا احنا في البداية اتكلمنا عن مولده وعرفنا ان هو اتولد في مكة بعد مولد الرسول بخمس سنوات، وان هو بينسب الى قبيلة قريش، هو عثمان بن عفان ابن ابي العاص القرشي، وطبعا اتصف بالخلق والحياء والكرم، وعرفنا ان هو شارك في كل غزوات الرسول ما عدا غزوة بدر، وده كان نتيجة لمرض زوجته فجلس بجوارها الى امر الرسول أو بأمر من الرسول. وكان من أهم أعمال خليفة عثمان بن عفان ثلاث أعمال مهمين جدا: كتابة القرآن في مصحف واحد، وإنشاء البحرية الإسلامية، والفتوحات أو استكمال الفتوحات الإسلامية. وصولا كده إلى النهاية عرفنا أن كمان في عهد الخليفة عثمان بن عفان حدثت أهم معركة بحرية اللي هي معركة ذات الصواري، وكان من نتائجها طبعا النصر كان حليف المسلمين، وتم تدمير أسطول الروم وقتل الآلاف منهم، وصولا إلى استشهاد الخليفة عثمان بن عفان. نتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا من الدرس، وإن شاء الله نتقابل في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.